يعني أنا مش من السهل إن أنا أطلع حفلة بعد نزول ألبومي بيوم واحد أغني فيه أغاني جديدة لأول مرة، بس لأني في أمان ولأن أنتوا جمهور غير عادي، فهو ده اللي يتعمل معاكم. وأنا بس اسمحوا لي أشكر المايسترو هاني فرحات وأساتذتي وزملائي كلهم على الجهد اللي عملوه في خلال حفلاتكم في فبراير ومعايا علشان الأغاني الجديدة تطلع. وأبعت بقى تحية لكل الناس اللي اشتغلت معايا في الألبوم، الشعراء والملحنين الموزعين الموسيقيين مهندسين الصوت، كل الناس اللي وقفت ورا الألبوم أشكرهم من قلبي وأقول لهم كلهم مبروك.